بحال بطحا فار فلوري بالضبط. السلام ورحمه الله، حقا نتاسفوا لهاد المشاكل اللي توقعوا لنا في الحي ديالنا بالضبط، بحكم ان كاين عمارات هنا جديده مخصصه للكراء. على حسب القراءه ديالنا ربما هاد الشباب هادو كانوا كانوا يعني في حاله يعني في جلسه ربما خمريه ولا جلسه غير عاديه، وربما كان هذا محاوله فرار. لما اظن ما كاينش تنظنش بان حاله انتحار ولا حاله حتى الشابه اللي تلاحت يعني اللي فرات من التروازيام ايطاج يعني ما كانت غالبسه غير المايو ديالها، وجاوا واحد السيد اخر اللي اضطر هذاك السيد باش يهرب الفرار. كانوا بعض الاخوان ساكن هنا لقوا عليه القبض لان جات الشرطه، وبالمناسبه كان جوج اشخاص اخرين بقاو في الدار تجوا الشرطه خرجوهم ودوهم لوبيتال باصدقاء ومعهم فتاه، وربما كان محاوله الفرار ولا محاوله كان ربما هذه القراءه ديالنا الشخصيه على ما اظن. هذا هو اللي فهمنا بان كانت محاوله فرار ولا واحد هروب من تروازيام ايطاج. الحمد لله تنظن بان الشابه وقيلة راه ما طرا لها حتى شي حاجه، على حسب ان كاين واحد المقهى كاين واحد السقيفه هي اللي كلت على ذاك الشوك، باقي الزيف ديالها تمايا، وشخص اخر هو بغى يهرب. الحمد لله كانوا الناس هنايا ولقاو عليه القبض الى حضور الشرطه واعوان السلطه مشكورين في الحي ديالنا. قبل كانوا بتي فيلا تصميم تهيئه ديال فافيلا ايمابل يعني ان بلس يعني ار بلس 5، وكاين فيلا كاين ابارتمانات الكراء وربما الكراء الشهريه وكان ربما الاسبوعي ولا يومي. هذا هو اللي تيخلي لهاد المشاكل تطور، يعني تيجيو الناس غرباء على هذا الحي تكتاريو، يعني ما يردوش البال للجيران ديالهم، ما يحترموش الجوره، وهذا هو يعني سون فو كاريمون، يعني تيدوز يومين ثلاث ايام بحالهم يمشي بحال هكا ويدير المشاكل ويمشي بحال هكا. ولكن هذا ما تيعنيش بان السلطه المحليه دايره يعني يدعى على هذا الموضوع هذا، يعني كل مره عندها خدمه ديالها بطبيعه الحال، تعرف شكون اللي كاري شكون اللي ما كاريش. هذا هو الدور ديالهم مشكورين، هذا هو اللي ناقص من الحده ديال الكراء الغير العشوائيه. شباب بين 20 24 هذا هو الجهد ديالها يكون طاحت لقات هذيك السقيفه ديال المقهى اللي الحمد لله اوروزمون كاينه، تبعها شخص اخر اللي تبعته هو تقصح. لا ما تنضوش الطريقه ديال اللي بينزل بها هو نزل بها يعني ما تلاحش، يعني طريقه يعني من تروازيام للدوزيام يعني جاي متشبت يعني انا القراءه ديالنا هي هروب تروازيام ايطاج الطابق الثالث. والحمد لله نتمنى على الله باش تعاد النظر في هذه قراءة الشقق ويعرفوا الناس كل تيكري وكل ما تيكريش. وتوقع بزاف المهم بعد هذه الفضحات ربما كيوقعوا شي حوايج اللي ما معروفاش ما فضحات. المهم هذه الحمد لله راه تفضحات، ونتمنى على الله بان الجهاز الامني والجهاز المخابرات وكاع الاجهزه كامله تحاول يعني دير واحد يدها على هاد الاكريه اللي تتكون بهكا بطريقه عشوائيه ومشاكل، سيتو لما تاخذوش لي كارت ناسيونال ديالهم وما تبونتاوش راه نورمالمون خاص لي مول الدار ولا هذه. وربما جاتنا معلومه بان مول الدار توقعت عليهم موضوع، المعلومه اللي توصلتنا بها يعني هذوك الرايه هذو مول الدار تنظر بانه بعيد على هادشي ربما ما خلصوش ولا شي حاجه. هذا هو الاشكال، الاكريه بطريقه عشوائيه بدون 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 يعني بدون كونترا بدون هذه هي اللي تخلي هذه المشاكل وتخلي شويه ديال الفوضى وتخلي شويه ديال الانحلال الخلقي. هذا هو اللي كاين. والرساله ديالها الحمد لله مولين الديور تيبغيو يترزقوا الله بالاكريه ديالهم وداك الشيء، ولكن يحاولوا يضبطوا الامور ديالهم. الانسان تيقول هذا الشيء راه عادي، يمكن واحد السيد دو باساجي الجنسيه مختلفه ولا هذه، ولكن الامن ولا القانون راه ما غيرحموش، لو وقع شي مشكل بحال هكا راه ما يرحموش، يدير الضوابط ديالو. كاين جوج اخرين لان لقينا يعني منين نقلتهم سيط الاسعاف هذوك الجوج اللي كانوا على الضحايا على الشارع، يعني حتى الشرطه طلعت الفوق خرجت جوج اخرين وحد اخرين تما مبليسين جو كخوا، ان راه ربما كانت شي مشادات بينهم الا كانوا تما مبليسين هزتهم من سيط الاسعاف واتجهت لهم اقرب المصحه وقيله ولا المستشفى الجامعي.